كل الافلام اللي عملتها بحبها، بس اكتر حاجه سلم والتعبان يعني، ولا حاجه صراحه. لا يعني ما كنتش بفكر اصلا عايزه ابقى ممثله. بيرفكت داي بالنسبه لي لما اكون مع اولادي في اجازه، هنخرج نتغدى مع بعض ونروح سينما، ده بيرفكت داي بالنسبه لي. عايشه القصه بتاعته اللي خليتني احبك. ممكن لا، في فيلم اتعمل منه واتعمل كذا مره وانا بحبه قوي، اسمه The Untouchables. اتعمل فرنش واتعمل انجلش، انا نفسي اعمله مصري. Vegan actress بتطلعي من your own character, you do a new character, تعيشي شخصية مختلفة عنك. You lose yourself sometimes and you become someone different, someone new. And when you go back home, you go back to yourself. Again, I like it. I like this part. أكتر بلد سافرتها وبحبها، I love London قوي. I love لبنان، بلدي التانية يعني. عندي بلاد كتيرة قوي بس دول من أكتر الحاجات بحبهم. I love London. I love it يعني. It's a wintry feel كده. رومانسي قوي. عاطفي قوي. انا مش رومانسيه على فكره، انا عاطفيه. رومانسيه مانيش بتاعه الكلام بحبك وكده، انا بحب الفعل يعني، انك تعمل حاجه حلوه، انت تعملي حاجه حلوه تبيني بيها ان انت بتحبي الشخص. الحاجه اللي بحبها في برج الحوت، خلي بالك اصل انا كمان حوت ميكس مع دلو شويه يعني، انا في اول برج الحوت فطباعي هاديه برضو شويه. الناس تفتكر ان انا ممكن اكون مندفعه، انا العكس تماما، انا هاديه قوي بزياده وباخد وقت طويل قوي عقبال ما افكر اصلا اعمل اي ستيب، وكسلانه يعني، لازم حد يجي يشجعني يطلعني من البيت، قومي بقى يا حالا انزلي يعني. غير كده ممكن افضل قاعده طول اليوم في البيت بتفرج على افلام، باكل اكله بحبها مع الولاد مثلا، عشان اطلع من البيت ده يعني حوار قوي يعني. اقول لكل ست، اولا كل سنه وانت طيبه، انبسطي بالوقت اللي انت فيه مع اولادك واستمتعي بيه، واديهم من وقتك وما تبخليش عليهم بوقتك، لان هم احلى حاجه في الدنيا. ومن تجربتي انا، ان انا احيانا ببقى مع اولادي واحيانا ببقى بعيد شويه، بقدر قوي فكره ان الام تبقى مع اولادها، بجد احلى لحظه في الدنيا ان انت تبقي في الوقت ده معاهم لحد ما يكبروا، لان هم هيكبروا بسرعه وهنبقى احنا اللي بندور عليهم بعد كده، مش هم اللي بيدوروا علينا.